لا مو رطة نزلي نفنوفة هذي خليها عندي أنا موكلها قبل شوي ما تكلمت هلا هلا نزلي نفنوفة حق الماما تعالي 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 روحي ذاك الشتاء ما شاء الله وين رايح عندي يوم طلعنا من البيت كانت تجزينها بس الوقت الوقت ما شاء الله تبارك الله زين قاعدة تعلمين لورا اللغة العربية ولا الإنجليزية ولا التايلندية؟ الثلاثة مع بعض إن شاء الله. قاعدة تحاولين ثلاث لغات إن شاء الله. يقولون إنها وصدق هي متأخرة الحين عمرها السنة أشوف وايد أطفال يتكلمون وايد أحسن منها بس لأن هي قاعدة تحاول تسيب اللغتين. فهذا أمر طبيعي. أنا أبي لما تأخذينها بالنوتة الحلوة شو جمالها تبارك الله. من يتنمر عليك من يتكلم من يتكلم آسف من تحتاج تبديل منو اللي يتكلم من اللي ضايقك من الناس شنو الكلمات الجارحة اللي دائما تسمعينها يعني الحين أنا ما ضايق أنا خلق وجه بس سبق اللي ضايقني من قبل إن حرام عليك بنتك يقولون طبعا لانك كنت تطلعين معاها بالسوشيال ميديا مو بس لا 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 حرام عليك بنتك اعطيتيها هذه العيشه يعني عيشه تايلاند حرام عليك باكر لما تكبر راح تقولي امه ليش شي سويتي فيني يعني هديت الحياه اللي بالكويت وعيشتها هذيك حياه طبعا خلاص الحين انا كبر مخي واعرف ان هذا كلام اللي ما يبي يفهم مو ضروري يفهم يعني طبعا اكيد وهي راح تكون سعيده جدا بالنهايه الله يسعدك هذا قرارك وهذه حياتك والناس ما لهم دخل في حياتك الشخصية فالله يوفقك إن شاء الله ويهنيك ويسعدك ويخلي لك هالبنية الحلوة وتجيب لها أخوان وخوات حبيبتي يقول لك نام على الجنب اللي ريحك عبدالله وأنا هذا رأي هذا قبل شوي قلت لك نورة لا نام على قوت أخوان المصريين نام على الجنب اللي ريحك عموما مشكورة مزدان حابة توصل رسالة حق الناس اللي قاعدين تنمر وكذا قبل ما نختم أخ والله أنا أسمع من السناب بنات يقولون بعضهم ودنا نسوي اللي سويتي ويقولون لي عن مشاكلهم وعشان إن بودهم يتزوجون مثلاً هذا وهذا وحتى مو تايلندي تقول حتى مثلاً منا فينا خليجي أو حتى كويتي من قبيلة ثانية وهالسوالف والله أنا أشوف إنه مو مأذيهم إلا كلام الناس لكن اللوم مو على اللي يتكلمون اللوم على الأهل اللي همهم كلام الناس هذا الغلط عرفتوا